خلوني أشرح لكم طريقتي أشلون أحط مكياج كامل بدون ما أستخدم كونسيلر ولا فونديشن، بس بهالمنتجات. طبعاً أنا حطت لكم ثلاث بودرات، اختاروا البودرة اللي تناسبكم، ويفضل أن البودرة تكون درجتين، درجة حق كامل وجهك ودرجة حق تنوير تحت العين. الحين بشرح لكم بالخطوات. أولاً أنا أحط ترطيب حق العين. الترطيب لازم يكون كريمي، ما يكون جل. أهم شيء ما يكون جل، إذا كان جل خلاص خربتي الخطوات. فلازم يكون قوامه كريم كذي، اوكي؟ اذا كان قوامه جل ما راح تطلع النتيجه حلوه نهائيا. انا حطيت لكم هالكريمين عشان يكون قوامهم كريمي وتمتص البشره ويعطي ترطيب وايد قوي. اول شيء احط الخطوه الاولى كريم حوالين العين، بعدين احط حمايه على كامل وجهي. الحمايه يفضل انها تكون رطبه شويه، ما تكون مثل حماية تيسرين اللي صورت لكم إياها قبل شوي، لأن أبي شوية قوامها يكون دسم عشان لما أحط البودرة فوق الحماية تمسك وتصك معي. فالخطوة الثانية أحط الحماية على كامل وجهي، وقبل لا تنشف الحماية أبلش أخذ بودراتي، أي بودرة من هالبودرات، وأحطها على طول على الحماية. حطيت الحماية على كامل إيدي ووزعتها، اللي هي حماية ACM. ليش قاعد أقول لكم حماية ACM؟ لأن شوية ترطيبها عالي، ووايد مهم إذا بتحطين بودرة مباشرة على بشرتك لازم يكون يا كريم ترطيبه عالي يا تكون الحماية شوية دسمة. بعدين الخطوة الثالثة، البودرات اللي بتستخدمينها لازم تكون درجتين، درجة لون وجهك والدرجة الثانية تكون أفتح حق منطقة تنوير العين. فأنا الحين راح أستخدم لكم بودرات ميك اب فوريفر، سوري ماك، هذه الدرجة حق كامل وجهي اللي هي NC 42، وهذه الدرجة اللي هي حق تنوير تحت العين NC 35. أوكي، خل أوريكم الطريقة. الحين نطرت تقريبا 30 ثانية، الحماية تم امتصاص جزء منها. أوكي، أي اسفنجة بيوتي بلندر ناشفة ما فيها نتفة ماي، وآخذ من الدرجة اللي تناسب وجهي كلها وأقوم بالطبطبة. أوكي، الدرجة شوية قامجة بس لأن أنا تان الحين. حلو، أوريكم شلون الطريقة. أحطها مباشرة كذي راح تمسك، لأني أنا أصلاً حاطة تحتها شيء كريمي فقضبت مسكت البودرة. بعدها مباشرة أخذ الدرجة الفاتحة على طول وأبلش أحطها تحت العين. هم خلو أوريكم شلون بنفس السفنجة بنفس اللي استخدمت وأبدي أفتح منطقة تحت العين. كني حطيت كونسيلر وبعدها حطيت فونديشن وبعدها حطيت كونسيلر. لما تحطين القامج على كامل وجهك بعدين تفتحينه تطلع نتيجته وايد أحلى. أنطر عليها دقيقة دقيقتين وأبلش أستخدم هذا الشيء السحري. هذا المنتج راح يعطيني نتيجة فونديشن فول كفر. أنا الحين حطيت البودرة، أول شيء حطيت القامجة، بعدين حطيت الفاتحة. القامجة راح تغطي لك إذا كان عندك هالات سوداء، فراح تغطي لك الهالات أو تغطي لك أي عيوب، وبعدها الفاتحة راح تعطيك التنوير. شوفوا الحين، أنا شوفوا الشكل شلون طالع وايد حلو لما أرش عليه هذا الشيء. شوفوا النظارة والشد اللي يصير. فراح أرش على إيدي، أوكي، وأنطر شوية شوفوا النتيجة اللي تطلع. ولا أقدعها فاونديشن حطته. أنا هذه طريقتي اعتمدتها صار لي 6 أشهر، وبالفعل وقفت الفاونديشن. الفاونديشن صرت أحطه حق مناسبات، حق عندي تصوير، عندي شيء، ما يعني لغيت الفاونديشن، وهذه الخطوات قاعد تعطيني نتيجة الفاونديشن بصراحة. أعطوني ثواني عشان أفتح لكم الفلاش وأوريكم النتيجة. الحين إيدي شوية بلشت تمتص الفيس ميست. شوف النتيجة، نتيجة فاونديشن، والحلو فيها تعطي ما أدري شلون نظارة، لمعة تخلي الوجه فظيع. وأنا حاطة بعد بودرة ماك تعتبر ثقيلة. عندكم بودرة ماك أستي لودر تعتبر بديلة لميك اب فوريفر، لأن أنا هاللون مقطوع مو موجود بولا مكان، سولد أوت من كل مكان. فأنا هذه طريقتي حق بديل الفاونديشن، بدون فاونديشن وبدون كونسيلر أستخدم بودرة ماك أو بودرة أستي لودر. نفس الشيء ترى بودرة أستي لودر راح تعطيكم نفس نتيجة تقريبا بودرة ماك، شوية أخف من ماك. هذه طريقتي، جربوها
وايد حلوة حق الناس اللي يعانون من خطوط تحت العيد مع الكونسيلر. حاولوا تلغون الكونسيلر وجربوا هالطريقة. حطي بودرة على كامل وجهك، غطي فيها عيوبك، بعدين استخدمي بودرة افتح وبلشي تفتحين فيها حوالين العين. فظيع. هو السر بالبوستينج هذا مست من بارولاب، وهو قاعد يعطيني النتيجة الأجمل. يعني إذا استخدمتي البودرة بروحها ورشيتي فوقها أي مثبت مكياج ممكن راح تحصلي على نتيجة حلوة، بس مو مثل نظارة هذا المنتج. يعطيك نظارة وايد حلوة. وتخيلوا أن هذا علاجي، يعتبر علاجي، هو عبارة عن مالتي فيتامينز يفتح البشرة ويرطبها ويشيل أي خطوط. لو تقرون هنا مكتوب رينكل كيرز وبرايت عايز، وأقول لكم حيل حيل حلو. نفس نتيجة تقريبا بودرة ماك، بس استيلودر قوامها شوي أخف. برجع أحط لكم اللونين مرة ثانية اللي أنا استخدمتهم، هذا اللون القامج أوكي، وهذا الفاتح. خلوني أحط لكم إياهم بصورة واضحة عشان تكبشرونها. طريقتي إذا ما كنت مستخدمة فاونديشن، أما إذا بستخدم فاونديشن أفضل أني أنا أثبت بلوس باودر، بعدين آخر شيء أستخدم هالبودرات بشكل بسيط، يعني آخر خطوة، لأن هالبودرات قوامها يكون أثقل من قوام اللوس باودر. فاللي قاعد تطلع لها خطوط حوالين العين أو حوالين الفم معناته قاعد تستخدم بودرة قوامها وايد ثقيل. عشان كذي احنا نفضل تستخدمين لوس باودر فوق الفاونديشن مباشره، واخر خطوه تحطين يعني كذي تاتشات بسيطه من هالبودرات حق تنوير، حق كفر اعلى، بعدها ترشين مثبت المكياج او اي فيس مست تستخدمينه. هذا من وجهه نظري ونصيحتي حق الناس اللي دائما يقولون مشاعل قاعد تطلع لنا خطوط تطلع لنا خطوط. لازم تعرفون شغله، ان اذا الخطوط طلعت بالوجه يكون يا قوام الفاونديشن او الكونسيلر او البودرة وايد حطتها بكمية كبيرة، عشان كذي تطلع خطوط.